كان مطلوب كان مفكر اكيد اهله وكان عايز يكون جابوا قلبه يصرف عن بيت ما يصحش يا كبير جاب العسكر وتقول من سوى يا خلف الرشيد نعم بلادي وجود ولادي ونصير جاب النجح حاله بل وضم الشغل كثير قام النجح حاله سوى ضد ولادي فيه وجبت الرئيس حس مبارك اللي ما عنده شر خلاص بعد ما انا في المسيح ايه؟ انت هتقول خلاص قام النجف حال الصورة بس ولاد السيد بس الريس حس مبارك اللي ما عنده شر قام النجف حال قال له وقف عن تخلع قام يهوش قام يلوش كل نعروح ها ها والله بسكتر يا ابنالي لا أصبح راجل النقر بكرة تحب انت في الثورة يا تكسر الجمع يلا يا ولدي يدي يدك خطوة للتغيير نسي مريض مصر بلدنا من مجلس الريف يوجه ريدي ويدي يدي وجدك التلقين هنرجع عن جاد السلام من أول وجديد بكرة فرحة الأرض ويكون بحري بحيد يبني كل عمر مليان وعلى قدر الدين والله جنب نجعي بلدنا عريس كان مغروب كان لفتر أكثر أهل وكان عريس مرة جنب نجعي بلدنا عريس كان مغروب كان لفتر أكثر أهل وكان عريس كان مغروب أكثر عندك ما يفحش يا كبير جاب العسكر وشك المنصر ويا ألف غفير لهب الزاد يلبس ولادي دكتور للصير قام النجف حاله قال له بطل شغل كبير قام النجف حاله سوى ضد ولاد الشر وضد الريس حرج مبارك اللي ما عنده الشر قام النجف حاله قال له وقف عن تخلع قام يهوش قام يلوش كل نعله ها ها الله ما تكسر يا ابن علي لا ربك راجل نقر وقت كل الشمس الثورة يا تكسر الشمس جوا يا ولدي يبكي بيدك خطوة للتغيير نزل رجل مصر بلدنا من قبل يوم هريدي ويدعي دمتك تركز في الايد انزل امجاد التغيير او الوجه فيه بكرة فرحة النور في البحر نفسي يلوي الشفا مصر بلدنا طالع فجر جديد Thank you.